اللي ما يعرفش فيكم ايه اللي بيحصل في السودان وازاي المصريين اللي هناك بيطلعوا منها دلوقتي بصعوبة، فالفيديو ده هيعرفك اكيد. في ملخص تجربة واحد مصري لسه جاي من هناك حالا، بيحكي عن معاناتهم من نقص المية والاكل، حتى ان اكلهم كله كان مانجا وبس. دول كانوا بيناموا في الغابات واللي شافوه فيها كان غريب جدا. ايه اللي حصل من المصريين في السودان وازاي قدروا يرجعوا من هناك؟ كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. فضلنا في المكان دوت اللي هو وادي سيدنا لمدة 3 ايام بيتين وما كانش عندنا اكل. اللي بيحصل في السودان خطير جدا، وربنا يستر على اولادنا المصريين هناك. وعلشان تعرفوا حجم الصعوبات اللي بيمر بيها اخواتنا هناك وهم في طريق الرجوع لمصر، جبنا لكم الفيديو ده. ده الواحد مصري لسه راجع حالا، ما بقالوش يومين، وهو طول الطريق كان ماسك الكاميرا بتاعته وعمال يصور كل حاجة عدت عليهم هناك، من اول ما ركبوا اكتر من 20 واحد على ظهر عربية نص نقل، وده علشان يعرفوا يطلعوا من المنطقة اللي كانوا فيها في شارع 60 بالسودان لحد مطار وادي سيدنا. ولحد ما وصلوا للمطار كانت الصعوبات بتواجههم في كل خطوة بيخطوها. اضطرينا ناخد مانجا ونسخنها بالشكل اللي انتوا شايفينه علشان ناكلها. بيحكي صاحبنا ان هو والمجموعه اللي كانت معاه ما كانوش لاقيين اكل نهائي طول الطريق، مفيش غير مانجا وبس. المانجا دي قطفوها من الاشجار اللي هناك، وشجر المانجا في السودان زي ما احنا كلنا عارفين منتشر جدا جدا، المانجا في كل السودان حرفيا. دي اوقات كانت بتاكلها الحيوانات من كترها قبل الحرب. اللحظه دي لحظه جميله جدا، لان ما كناش متخيلين ان الموضوع هيبقى بالشكل ده. اللافت بقى ان بلديتنا المصري والمجموعه اللي معاه كانت بتاكل المانجا باكتر الطرق غرابه، كانوا بيطبخوا المانجا ودي حاجه غريبه، يمكن اغلبكم ما كانش يعرف ان المانجا بتنطبخ اصلا على حسب ما عملوا المصريين في السودان، فهم كانوا بيجيبوا المانجا ويحطوها في علبه صفيح صغيره ويسخنوها على فحم، وعلى نفس الفحم برضه كانوا بيعملوا قهوه ويشربوها، بس كانوا بيشربوها في كوبايات بلاستيك لان ما كانش متوفر اي كوبايات ازاز هناك خالص. طبعا دي النومه اللي كنا بننامها في الوقت دوت، واول بصيص امل كانت اول طياره مصريه تجيلنا علشان تعمل اجلاء لينا كلنا. ده غير انهم كانوا بيناموا في الغابه، نايمين صحيين، نومه قلق يعني من الطريق وكده، ما هم نايمين في غابه والوضع حواليهم ما كانش مضمون خالص، بس الحمد لله عدت معاهم وجم بالسلامه ودلوقتي في مصر في امن وامان. بس الممتع في الرحله والتجربه دي وعلى حسب كلام صاحبنا المصري اللي لسه جاي من هناك انهم كونوا صداقات كتير من جنسيات مختلفة كانت معاهم وقت خروجهم من السودان. كان في الألمان والأمريكان، والكل كان بيساعد بعضه على حسب كلامه، اللي كان معاه حاجة كان بيساعد التاني، يعني لو حد كان معاه إزازة مية كان بيشارك الكل فيها، حتى لو باكو بسكويت كان كلهم بيتشاركوا برضه في الحاجة اللي معاهم لحد ما خلصت طبعا ومبقاش قدامهم غير المانجا ياكلوها. لحد هنا وأكون وصلت لنهاية الفيديو، وقبل ما أقفل عايز أعرف رأيكم، هل وصلت ليكم بالظبط اللي بيحصل في السودان وإزاي المصريين من هناك بيطلعوا منها دلوقتي؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات.